ابني بخطر وانا بخطر، كلنا بخطر. رح الحق سنة. بعتذر اذا امي زعجتك ودقت لك. بعدك رح اطلب منها ما بقى ادق لك. انا زياد، انا زياد. كيف عم تحكي معي بالطريقه؟ عن جد؟ عن جد انت زياد؟ سوري نسيت، نسيت انك الشاب اللي حبيته وعملت معه علاقه. يمكن قصيره شوي بس كانت حلوه كثير. ما فيك تكوني على الضحى وهي هربانه من بيت بس. بكره بيتهموكي انه انت حرضتيها على انه تهرب، وخاصه ما في دليل انه هذاك الزلمه كان عم يضربها. ما بقى تتدخل بحياتي. عندك مشاكل كفايه، حل مشاكلك. مش قادر. مش قادر ابعد عنك. انا بحبك. كي زياد، ما بدي اسمع هيدا الحكي بقى. بس هيدا الحكي مزبوط ومن قلبي. بتعرفي كم مرة بيخطر على بالي 100 فكرة كرمال تقلك واتحركش فيكي بس لأطمن عليك. وقف زياد، وقف، ما بقى تعذبني. بتبعدني عنك وترجع بتلحقني. كنت أقلمت مع الوضع، بترجعني ولما برجع وبقرب عليك بترجع بتبعدني. وقف وقف، ما بقى تعذبني. خليني ساعدك. لا لا، هيدا أحمد من المخفر. إيه أحمد؟ شو؟ طيب بحكيك بعد شوي. شو في؟ الأسود وجهك هيك؟ هيدا فيليب قدم شكوى على بيي وعلي أنا كمان. عليك؟ ليه؟ أنتوا مش متفقين سوا على كل شيء؟ لا، هالفترة أنا مبعد عنه شوي. بعتذر اني سألتك. نسيت انك ما بتحب حدا يتدخل بحياتك وبهالموضوع بالذات، وبتبهدل كل اللي بيجربوا يحكوا فيه. ليه هالقد عم تكوني قاسية معي؟ ليه ما عم بتحسي فيي؟ أنا؟ أنا اللي مش حاسة فيك ولا أنت اللي مش حاسس فيي؟ أنت حاسس إنه في بنتين صغار بخطر؟ أنت حاسس إنه في بنتين صغار عايشين مع وحش؟ حس فيي زياد، حس فيي.